ورحمة الله وبركاته، وعادنا الله وإياكم في هذه الليالي المباركة في هذا الشهر الفضيل، وتقبل الله أعمالكم وصيامكم إن شاء الله. قلبي بكم يا آل طه مغرم، وبحبكم أنا ذايب ومتيام، ولأجلكم بين الأنام أكرم. فإذا وقفت بمدحكم أترنم، صلى الجميع على النبي وسلموا. يا بني الزهراء أنتم الفخر وفيكم مدخر، كيف لا كيف لا، والملو الأعلى بكم يرتجي النور كليل وقمر. وإذا أسمعنا مرت بكم رددت صلوا على خير البشر. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن، أنزله كفاكم كفاكم من عظيم الشان، أنكم من لم يصلي عليكم شنو؟ ثاني على حب الزهراء بأعلى أصواتكم. مساء الخير تطلع من هواكم، نسيم يفوح عطرة من هواكم، وتقلب في السعادة من هواكم، وما توصف شعور الأبجدية. حروف المساء طارت من يردها، تحية شوق أحيي من يردها، وروحي وياها برسل من يردها، وتظل دايم على العهد الوفية. رسالة القلب للدنيا رواها، ولكل الناس طلتها ورواها. نبع ريان مو لبن، نبع ريان يسقيها رواها، وإلى الأحباب تتقاطر ندية. شعاع النور فايز من وصله، ومن كبر إذا شافه، وصلى على المختار من سلم وصلى ومسى للأهل بجمل تحية صلوات. إن لم تجد من يستحق ويخالى تخلقن لنفسك الأعداء، إلا لمن وآله صلوا عليه جهرة و
وخفاء. إذا شئت في الدارين تسعد فأكثر من الصلاة على محمد وآل محمد، وإن شئت القبول في الدعوات فاختم بالصلاة على محمد وآل محمد، فلا صوم يصح ولا صلاة لمن ترك الصلاة على محمد. ثانيا على حب الحسن والحسين. شلون وصفك يا إمامي الحسن، وبجمالك عقلي لليوم استجن. شلون وصفك يا إمامي الحسن، وبجمالك عقلي لليوم استجن. يا اللي حبك سدادي سدادي، تبقى انت اعتمادي اعتمادي. يلي حبك سدادي سدادي، الله تبقى انت اعتمادي اعتمادي. شلون وصفك يا إمامي الحسن، وبجمالك عقلي لليوم استجن. شلون وصفك يا إمامي الحسن، وبجمالك عقلي لليوم استجن. يلي دربك سدادي سدادي، تبقى انت اعتمادي اعتمادي. يلي حبك سدادي سيد عقيل، الله تبقى انت اعتماد. نبع حبك وسط قلبي ولساني بذكرك يلبي، يا معشوقي إلك حبي وربي ميزك ربي. نبع حبك وسط قلبي ولساني بذكرك يلبي، يا معشوقي لك حبي ربي ميزك ربي وربي ميزك ربي. شلون وصفك يا إمامي الحسن، وبجمالك عقلي لليوم استجن. شلون وصفك يا إمامي هلا، وبجمالك عقلي لليوم استجن، وبجمالك عقلي شفك للكرم معروف مثلك يا الحسن ما شاف، وعنك ما تخيب ضيوف يا كعبة وصر نبيك انطاف. وشفك للكرم معروف ومثلك يا الحسن ما شاف، وعندك ما تخيب ضيوف يا كعبة وصر نبيك انطاف. وعندك ما تخيب ضيوف يا كعبة وصر نبيك انطاف، يا كعبة وصر نبي. شلون وصفك يا إمامي الحسن، وبجمالك عقلي لليوم استجن. شلون وصفك والموالي، وبجمالك وبجمالك عقلي لليوم استجن، وبجمالك وشفك للكرم معروف ومثلك يا الحسن ما شوف، وعندك ما تخيب ضيوف يا كعبة وصر نبيك انطوف، يا كعبة وصر نبيك انطوف، يا كعبة وصر نبي.
صلوا على محمد وآل محمد. ثانيا إذا صاين وما تعرف شنو الصوف وأسمعك تعقر تحش الأوادم، لا تقلي تعال تفطر وياي، ما أفطر أنا بالعقرة دايم، ترى صوم الجوارح أفضل الصوم، وصفي نيتك تلقى الغنايم. ها أخوتي ها أخوتي ها أخوتي ها أخوتي ها بلدرازي ها أخوتي هو أخوتي هي في الصوم نصفي النية في الصوم في الصوم نصفي إيه بيخلص شهر الصوم شهر ربي تميز بالعبادة مو بالسهر ومطالع الأفلام وطول اليوم جابلت الوسادة هذه الفرص حصلها ولا تضيع هذه فوز وآمال سعادة اللي يخسر التوبة فيه خسران وفاز اللي حصل منه مراد أخوتها 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 من يعبد ربه ما يخسر من يعبد ومن يعبد والشهر الصام وكفته وبلاليط طب ما في احد الحين بالدرازي وعان يعني ما تقوم من الفطور الا الشرب الطاف احنا هنا شهر الصام وكفته وبلاليط وكل منثوره يكفي له 100 عام ولا قدر الهريسة وصحن الثريد وأطباق تتصور في السناب ولا ساق وجلي وسمبوسة أشكال شكلي ما بخلص في التعديد لأن خب السفرة متروسة ولا صحن المحاشي وفدة الشام شهر الصوم كيف إيمان يزيد وتحمل زاد إلك من عام إلى عام ها أخوتها ها أخوتها بالصوم نجمل دنيانا بالصوم بالصوم نجمل بالصوم نجمل بالصوم نجمل ولد ولد الذي الذي ملأ الحياة بهاء وتقدست من فضله آلاء أعطى الموات وأبهر الأحياء روحا وجودا ناصعا وعطاء والحب أنهره زلالا كوثر ماذا جرى العشق يكبر من سنا خديه والضوء يزهر في رؤى عينيه والطهر يسمو في نقاه وفيه متألقا كالشعر من كفيه يسجي سحابا بالمحبة ممطرا ماذا جرى هبني سكبت له المحبة صادقا وبقيت أعلنها بصوتي ناطقة فلأنني قد ذبت فيه عاشقا والعشق أنحته بدمعي شائقا حتى غدوت إليه أرنو مبحرا ماذا جرى كم وردة في الروح تهتف يا حسن كم وردة في الروح تهتف يا حسن وغلاء بالحب
الحب لا نخشى المحن رغم المخاطر والمصاعب والفتن وبرغم ما يجري على هذا الزمن في روضك المختر قلبي أزهر ماذا جرى صلوات شي غريب يعني حس نايمين شي سيد في شي طالعني على برد السيد ماذا صاير شي سيد سيد هذا الصغيرة كلهم سارة بس فيهم عامين بعد أنا أول واحد عامه وأحمد وأنا وياكم كنا نصلي على محمد وآل محمد بهاليوم يا شبل الولي الكرار إيه ها خلني أسمح حلوانا هذه هلا بميلادك بهاليوم يا شبل الولي الكرار يا المجتبى وضي وجهك سطع عالكون بالأنوار نطرنا الفرح وبجيتك علينا الفرح مرخى الطار أخوتها أخوتها من نورك شع الدنيا أنا من نورك من نورك من نورك شيعة علي هالليلة فرحانة بوجه الحسن نور الدنيا أنا بوجه الحسن نور الله شيعة علي هالليلة فرحانة بوجه الحسن نور الدنيا أنا بوجه الحسن أحلى قصيدة بالشعر نهدي هذا الحسن برواحنا نفدي كل فداله وأغلى ما عندي كل فداله وأغلى ما عندي كوثر عذب مولد روانا بوجه الحسن نور الدنيانا بوجه بوجه الحسن الله سبحان ربي ما نعد فضله وجه الحسن من هالشمس أحلى فاز اللي سلم فاز من صلى فاز اللي سلم فاز من صلى وعلى النبي المختار مولانا بوجه الحسن نور الدنيانا بوجه الحسن الله أكبر أمانينا حصلناها والليلة فرحتنا وجدناها عود الحبايب بالنبي طه عود الحبايب بالنبي طه هلا باللي جاء وهنانا بوجه الحسن نور الدنيانا بوجه الحسن الله نبعث تهاني الفاطمة الزهرة ونهني فيها النبي والعترة ليلة المولد تفك هالأسرة يا الله ليلة المولد تفك هالأسرة وتزيح عنا سطوة عدانا بوجه الحسن نور الدنيانا بوجه الحسن بوجه الحسن ما يرضى النبي عنها الدواعش عصبة الإجرام تفهم منهج التكفير ما تفهم منهج الإسلام تتعدى على الأرواح في القديح والكويت وفي الدمام وإحنا ما يهزنا الخوف لو كنا حكم
اعدامها اخوتها 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 نمحيها داعش نمحيها 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 داعش ما بالكون مثلاته عدله وحكم الله وحكم الأرض لله من وعدل يا رب نشوفه قصته عدلها أخوتها 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 ينتهي بالدولة المهدوية ينتهي بالدولة ينتهي بالدولة داعش أي إسلام عندهم هي مريج وهالهريج والخلايا النايمة ما زالت بأرض الخليج والله مو عنهم بعيدة لا يفجرون الحجيج أخوتها أخوتها داعش واجبنا نصفيها داعش داعش واجبنا يا كريم أهل الولاية يلي جودك عالسحاب مرة ينزل بالثواب ومرة ينزل بالعقاب واحنا مدينا الأيادي يا الله وانت ما تغلق الباب أخوتها أخوتها والينا يا باب الرحمة والينا 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 وين العزاب العزاب وينه ها خلنا نشوف الأيادي كم واحد في المرخ عازبني صافح حتى الكبار ياخذون الثالثة والرابعة بعد ها وش سيد عقيل الله يعطينا ان شاء الله سيد فاضل وش ثانية علي 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 ما يضل العزاب تضل تضل بهموم حيران ولا يرضى تذوب قلوب لنص الليل سهران يا رب زوج العزاب وأولهم بعد أنا كل واحد يشرع نفسه أنا وخله من علي تزهر لنصف الدين دنيانا أخوتها أخوتها والله ورياديكم فوق يا ربي زوج كل عازب يا ربي يا ربي الحين يفتر على اللي عندهم حماس وتأييد برشلونة وريال مدريد لا رحنا في داهية اليوم شانك من هوات الكيف وحماسي وتعشق التأييد ارفع ايدك ارفع ايدك احكي وياي وبايع حيدر بتأكيد علي هو اللي يظل وياك لا ميسي ولا مدريد شجع حيدرة وارسم مهارات النغم تغريدها اخوتها 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 شيل الكاس ها ها شيل الكاس شيل الكاس مركز اول يوم المحشر مركز مركز اول اخر فقره اسالكم الدعاء يا لايم يا لايم خوف لومك علي يا لايم يا لايم كلكم حافظين الله انا حب غرامي الهادي وصيه انا حب غرام الله بالنبي الهادي اشهد في السماء اسم احمد بالنبي الهادي اشهد في السماء اسم احمد في الارض محمد هو خير البريه في الأرض محمد وهو خير يا لايم يا لايم خوف لومك هلا هلا أنا حبي وغرامي
الله آل النبي سجاتي بهم أختم صلاتي، آل النبي سجاتي بهم أختم صلاتي، فاطمة مولاتي تسبيحة القدسية، فاطمة مولاتي الله. حجر علي أبايع أول ولا هو رابع، حجر علي أبايع أول ولا هو رابع، واللي يحسب ضايع ما يمشي عليه، يا لايم أنا حبي وغرام الله. بحراني ود بحراني حجر علي رباني، خلني اسمعها، بحراني ود بحراني حجر الله، بحراني ود بحراني رباني، اسلامي مو علماني ومعروف الهوية، اسلامي مو علماني فرج عن المساجين وانصر الجعفرية، فرج عن المساجين يا الله، يا لايم يا لايم خف لومك علي، أنا حبي وغرامي للهادي وصية. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال النبي صلى الله عليه وآله لفاطمة: إنك ستلدين غلاما قد هنأني به جبرائيل، فلا ترضعي حتى أصير إليك. قالت: نعم. فلما قرب وضع البتول بصبط الرسول ونجل علي الوصول، دخل عليها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقال لها: يا فاطمة طيبي نفسا وقري عينا، فطوبى لك بحملك بالزكي والصبط البهي، فإن جبرائيل قد هناني به، وإنه أخاه الحسين سيد الشباب أهل الجنة، وإن الله تعالى سيظهره لك وإنه أميني على ديني وخازن علمي وقاضي ديني وصفوة ربي، هو واخو ريحانتاي في الدنيا والآخرة. ثم قال لأسماء أم سلمة: أحضرا ولادتها. فبينما هي عليها السلام جالسة لم تحس بوجع ولا ألم، وحولها نساء من أهل الجنة، والبيت يضيء نورا، وقد امتلأ البيت من روائح الطيب، وإذا بها قد وضعت بالحسن أفضل الطيب.